السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات تبارك الله عليكم، ويومكم مبارك سعيد. إخوة الأخوات، أكيد تكونوا لاحظتوا في أول فيديو، ربما انتبهتوا أن كاين واحد الإشهار، بمعنى أن القناة ديالي تفاعلت ودرت هذا الفيديو غير باش نشكركم جميعا على التفاعل ديالكم مع القناة ديالي، وعلى الدعم ديالكم والمشاركة ديالكم. وصراحة أول ما تفعلت القناة ديالي فكرت فيكم انتم الولا، الإخوان والأخوات اللي كيساندوني وكيشجعوني وكيعطوني نصائح بطبيعة الحال. وقلت أبسط حاجة نديرها بعد على الأقل ندير واحد الفيديو نشكر به جميع الإخوان والأخوات اللي مسانديني. فكيف كتلاحظوا القناة ديالي هذه ماشي بزاف، ماشي مدة كبيرة باللي درتها، واحد 5 شهور ربما أو 6 شهور. وصراحة كانت واحد التجربة إنسانية معتبرة، يعني كانت واحد التجربة من خلالها تعرفت على واحد المجموعة ديال الناس، خصوصا الإخوان والأخوات اللي عندهم حتى هما قنوات. كنقول بأن لو كان ما كانتش هذه التجربة اللي خديتها مع يوتيوب، فأكيد ربما عمرو ما غادي نتلاقاو، لأن تعرفت مع ناس من جميع ما نقولش بقاع العالم، ولكن مع ناس اللي في مواقع اللي ربما ما نعرفوش تكون عندي الفرصة أنني نشوفها شي نهار ولا ما نشوفهاش. إخوان وأخوات من مصر، إخوان أخوات من تونس، من الجزائر الشقيقة، من المغرب في مدن عدة، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، إسطنبول، مش إسطنبول وإنما تركيا، غالبا إسطنبول. إذا واحد المجموعة ديال الإخوان والأخوات اللي تعرفت عليهم من خلال هذه التجربة ديالي وهذا المسار مع يوتيوب، وكانت يعني كانت واحد الفرصة صراحة معتبرة، وواحد التجربة إنسانية كيف قلت. يعني كانت شرف بمعرفتكم جميعا. هادو بالنسبة للإخوان والأخوات اللي عندهم قنوات، ولكن كاين واحد المجموعة ديال الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بيوتيوب، ما عندهمش قنوات في يوتيوب، ومع ذلك من أول ما بديت هذا التجربة ديالي لقيتهم معايا مرحبين بالفكرة ومسانديني بدون أي شروط أو قيود. بطبيعة الحال العائلة ديالي اللي كيعدتهم، أول ما قلت لهم راني أنا بغيت ندير واحد التجربة، بغيت ندير واحد القناة في يوتيوب، قالوا لي مرحبا، قلنا شنو نديرو، رحنا معاك. يعني واخا ما عندهمش بزاف ديال الإخوة، الناس ديال العائلة ديالي ما عندهم علاقة بيوتيوب، ومع ذلك فتحوا قنوات وفتحوا حسابات باش يشاركوا معايا وباش يتبعوني وباش يساندوني ويعطوني النصيحة ويعطوني بعد على الأقل ذاك الدعم المعنوي اللي كنت محتاجه. صراحة كنشكركم جزيل الشكر. وعلى كل حال هذه مسألة ماشي غريبة عليكم، راني عارف شو اللي كاين. كاينين واحد المجموعة ديال الأصدقاء عاوتاني صراحة حتى هما لحد الآن ما عندهمش علاقة مع يوتيوب، على الأقل ما عندهمش قنوات، يعني ما دايرينش قنوات، ومع ذلك كنلقاهم باستمرار وتقريبا يوميا على اتصال معايا. يعني شي خطره كيكريتيكيو، شي خطره كينصحو، شي خطره كيشكرو، شي خطره يعني كان واحد الدعم. كنشكركم جزيل الشكر على هذا الدعم ديالكم، وما غاديش نذكر الاسماء لانني نخاف ننسى شي اسم وندير صداع راسي. اذا الاخوان راكم عارفين راسكم، الاخوات كذلك عارفين راسكم. كنقدم لكم جزيل الشكر، وكنقول لكم مازال المشوار
باقي طويل ونكملوه جميع إن شاء الله. الإخوان والأخوات أصحاب القنوات، فصراحة التجربة معكم كانت تجربة معتبرة، استفدت منها الكثير والكثير جدا. استفدت من واحد المجموعة ديال الإخوان والأخوات من التجربة اللي كانوا يعني سابقيني في يوتيوب، وعندهم معلومات وعندهم يعني واحد التجربة أكثر مني، وما بخلوش عليا بالنصائح ديالهم بالإرشادات. كاين واحد المجموعات اللي اشتغلت معاهم، يعني كنا كنعطيو الدعم لبعضنا بعض، وهذا بطبيعة الحال أنا ما كيجينيش، لان كاين واحد المجموعه تاع الناس كيقول لك ولا كيديروا مجموعات، هذا راه غش، ماشي هذا هو يوتيوب. لا، انا بالعكس كنشوف بان يوتيوب ان ريزو سوسيال، كي كنقولوا واحد يعني اجتماعي، وبما انه اجتماعي هذه فرصه اننا نكونوا واحد المجموعات، نكونوا واحد المجموعات نتعاملوا مع فيهم مع بعضياتنا، ونتشاوروا مع بعضياتنا، ونساندوا بعضياتنا، ما فيها حتى شي اشكال. انا بالنسبه ليا كنعتز بانتمائي لهذه المجموعات اللي خدمت معاها واشتغلت معاها واشتركت معاها، وشفت لهم فيديوهاتهم وشافوا لي فيديوهاتي ونصحوني، ويعني قدموا لي الدعم. كنشكركم جزيل الشكر كذلك، وكنقول لكم بأن المشوار لا زال مستمر، فيهم واحد المجموعة كبيرة اللي خطات جميع الأشواط، وراها تبارك الله يعني القنوات ديالها راها يعني خدات واحد الصدى معتبر. كاين واحد المجموعة وتاني اللي راهم في الطريق، ونتمنى التوفيق للجميع. كنشكركم جميعا، وإلى اللقاء، ويومكم مبارك سعيد. تبارك الله عليكم الإخوان.